أقول اختيار بعض الناس لأيام المواسم كشهر رمضان وأيام الجمعة للتنزه والرحلات فضيلة الشيخ، لعل لكم توجيه في ذلك. السفر المباح جائز في رمضان وفي يوم الجمعة وغيرها. طيب. السفر المباح الذي ليس سفر معصية جائز في رمضان وفي غيره للنزهة أو للتجارة أو لغير ذلك. أما السفر المحرم كسفر المعصية فإنه لا يبيح الترخص بالإفطار في رمضان ولا بترك صلاة الجمعة، ولكن على الحالة الأولى إذا كان سفرا مباحا إنه يجوز في رمضان وفي يوم الجمعة، ولكن تركه أفضل. طيب. كون الإنسان يترك السفر الذي ليس له ضرورة ولا حاجة يتركه، يتوفر له الوقت ليصوم ويتهجد ويصلي مع المسلمين صلاة التراويح ويتلو القرآن، هذا أفضل له لا شك. هذه فرصة ستضيع عليه بالسفر، وهي فرصة ثمينة في عمره قد لا تتكرر عليه. وكذلك يوم الجمعة يوم عظيم، وصلاة الجمعة هي أجر عظيم وفضل عظيم، فكونه يخرج للنزهة أو لغير ذلك أو لغير ذلك من المقاصد، كونه يبقى يوم الجمعة ويصلي مع المسلمين أفضل له، وإن كان السفر جائزا في أول النهار. أما إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وهو الأذان الذي بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر، فلا يجوز السفر حينئذ في هذه الساعة، بل يجب عليه الصلاة الجمعة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز له أن ينشئ السفر في هذه اللحظة والمؤذن يؤذن والخطيب جالس على المنبر، يجب عليه أن يجيب وأن يصلي الجمعة ثم يسافر بعدها. أما السفر قبل في أول النهار فهو جائز مع الكراهة، إذا لم يكن لحاجة جائز مع الكراهة.